للمخلوق، سواء كان هذا المخلوق بشر أم من الطيور أم من عالم الحيوانات إلى آخره. أن ربنا ما خلقش مخلوق في الدنيا إلا وضع فيه بذرة الخير، ليس مختصر على المسلمين فقط، لكن مختصر على كافة الخلائق، إنهم إلا أمم أمثالكم. فتلاقي في تعاطف ما بين الحيوانات بعضها وبين الطيور وبعضها إلى آخره. وإنما خلق خلقت هذه المخلوقات لكي تخدمنا، فما بال المخدوم اللي هو يخدم الإنسانية ويخدم البشرية ويخدم العالم وهو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض. فلما ننظر لها من منظور ده، إن العمل الإنساني أو الخيري ليس وظيفة وليس مرتب وليس وجاهة، وإنما هو جزء من رسالة حياة الإنسان لبناء المجتمعات ولبناء السلام المجتمعي والتراحم ما بين الأفراد وما بين الشعوب وما بين كل الخلائق للناس. واضح الأمر ده؟ وإحنا لا نبتدع شيء قرره الله سبحانه وتعالى ووضعه في أفئدة الخلائق كافة. فإحنا لسنا ممن يتشدق بأنه يعمل في العمل الإنساني، بالعكس ده فرض عين علينا كلنا. يعني العمل الخيري هذا فرض عين، فعل الخير، فعل الخيرات، هما أوامر افعل. لله عبادا يختصون بقضاء حوائج الناس، حببهم من الخير، حبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. إن لله عبادا، يعني من عباد الله من اختصهم، فأنتم مختصون بقضاء حوائج الناس، ليس حوائج المسلمين، بقضاء حوائج الخلائق، الخضرة، الأنهار، المناخ، احنا مكلفين بالحفاظ عليها، ان نحفظها، ليس فقط حياة الإنسان، لأن بدون خضرة، بدون مناخ مستوي، بدون إلى آخره، هتهلك هذه الكائنات. ولو هلكت هلك البشر. البشر ما بيموتش فقط بالكونفليكت اللي هو الصراعات أو بالزلازل، لا، في أشياء كتيرة جدا بتؤدي إلى هلاك البشر. فنحن مكلفون من الله كبشر بعمل الخير. فما حدش يقول إن جمعية خطر هي الأم وإحنا ما نقومش بيها، لا. أو الشيخ عيد أو راف أو الأصمخ أو الهلال الأحمر القطري أو الجمعية اللي عاملها وكال وزير الوزراء السابق اسمها جمعية حمد بن جاسم إلى آخره. أيوة جزاهم الله خير، دول أخذوا الريادة في حتة، لكن أنا جزء من منظومة عالمية كلفها الله سبحانه وتعالى بعمل الخير على قدر كل على قدر إيه؟ على مقدار كل واحد فينا. هو ما نخرجش من هنا ونقول يا سلام الحمد لله وننام، لا ما تنامش. فيش نوم، انتهى عصر النوم يا خديجه عليها الصلاه والسلام وعليها الايه؟ وعليها السلام سيده خديجه رضي الله عنها. لان العمل الاغاثي هو رساله تظهر فيها قيمك الانسانيه المنبثقه من الدين. لان الصراع على العالم دلوقتي هو صراع حضارات او تكامل حضارات او وضع قيم. جزء من وضع القيم دي هو كيف يلتف الناس حول قيمتك المجتمعية التي تستطيع من خلالها أن تخدم كافة المجتمعات. كافة المجتمعات بتاعت سورة المعون، رأيت الذي يكذب الدين يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا اليتيم مسلم ولا المسكين مسلم، لكن ذنب من لا يحض على طعام المسكين كذنب من يكذب بيوم الدين، وذنب من لا يطعم والذي يتعامل معاملة غير كريهة مع اليتيم هو ذنب من يكذب بالدين. شفت قد ايه ربنا حطها سبحانه وتعالى، جاب لك اليتيم في حتة، جاب لك انك تقول إشاعة حاجة الفقير، عدم إشاعة حاجة الفقير في الكفة الثانية. أنا بكلمكم ليه؟ لأن أنتم لابد أن تأخذوا قطر كمنصة تقفوا عليها.
ينطلق عملكم لمجتمعين، مجتمع قطر الذي لابد أن تحسنوا فيه وإليه، ثم المجتمع